It became clear to me that I could no longer be associated with the Republican Party, that leadership does not stand up and say, the process, the election is over. It's over today. هذا نائب جمهوري قديم قرر يغير حزبة من الجمهوري للديمقراطي لأنه وصلت حدها. هذه الحلقة حتكون يعني مجموعة أخبار لآخر يومين بالساحة السياسية والكوميدية بأمريكا. راح أجمعها باختصار بدلاً نسوي حلقة عن كل واحدة من عندهم، لأنه كله له علاقة بالانتخابات اللي صارت قبل 6 أسابيع. أول الأخبار هاي أنه ترامب خسر الانتخابات مرة أخرى. شوفوا طالع صار اليوم أنا أريد أسوي فيديو بس ما بيحل، ماكو واهز مدى أنام زين، بس تغريدة من صديق حمستني خلتني أقعد أسوي هاي الحلقة. فهاي الحلقة مهدات إلى الدكتورة والدته. خلنا نجي للبرتقالي. أنا مش شايف واحد يحب يخسر أكثر من دونالد ترامب، يحب يهين نفسه. خسر بيوم الانتخابات بعد ما يعني حسبوا الأصوات، وخسر من طلب إعادة فرز في بعض الولايات، ورجع خسر مرت اللوخ بنسوي إعادة فرز مرت اللوخ، وبعض الولايات بنسوي إعادة فرز وصرف ملايين من ترامب عليها، زادت أصوات بايدن. خسر من صدقوا على النتائج بالولايات، وخسر 59 قضية بالمحاكم، قضاة هو عينهم، قالوا للمحامين مال ترامب طلعوا من محكمتنا. بس البارحة خسر بالضربة القاضية. البارحة الولايات قدمت الأرقام الرسمية للإلكتورال كوليج ووقع كل واحد من عندهم عليها، خلاص يعني انتهى الموضوع، صدقوا النتائج رسميا قدام العالم. For Joseph R. Biden of Delaware, a Democrat, ayes 55, noes 0. So there you have it, Congress, California Assemblywoman Shirley Weber making the announcement, the breaking news. California's electors have just confirmed their 55 votes for Joe Biden. And President-elect Biden has now received a majority of electoral votes needed to win the presidency, along with Vice President-elect Kamala Harris in her home state of California. قبل شهر تقريباً علق شخص على حلقة سويتها وقلت بيها أنه ترامب سنة 2016 ما كان عدى 306 صوت يعني إلكتورال كوليج. هالسنة بايدن لحد هسه بوقتها بالفيديو قلت عنده 306. هو سألني شون تقول هذا؟ لأن لا هو كان عنده 306. قلت له بعد شهر أحكي لك. فاليوم خلي أشرح له أنه صحيح بالانتخابات سنة 2016 دونالد ترامب حصل على 306 إلكتورال كوليج، وقال هذا فوز ساحق، بس بيوم تقديم النتائج مثل ما البارحة صار خسر صوتين، صار عندهم بالنهاية يعني صار عدة ترامب 304، لأنه مجموعة يسموهم الفيثلس إلكتورالز، يعني ناخب ما يريد يطي صوت للفائز رغم الفوز، ذولا قرروا ما ينطوا أصواتهم لترامب وطوا غير ناس. فأنا تنتظر شهر أشوف اليوم شو راح يصير. البارحة عم نشوف كم واحد اكو من ذول الفيثلس إلكتورز. هاي المرة ما صارت، كل قدموا أصواتهم حسب الموجود، فيعتبر بايدن فاز فوز ساحق أكبر من ترامب بحسابات ترامب. A unanimous Supreme Court immediately and completely rejected this effort. The court sent a clear signal to President Trump that they would be no part of an unprecedented assault on our democracy. هذا كان من خطاب بايدن البارحة بعد إعلان النتائج الرسمية يعني للولايات. وهاي أول مرة أنا أشوف بايدن يحكي بحدة ضد ترامب من فاز لحد هسه. بس البارحة قال كافي، قال لي ترى أنا من مدى أحكي مو على مودك، على مود أمريكا، مو لأنه أنا أخاف أنه أحكي، لأنه أنا الرئيس المنتخب وأنا الرئيس القادم وترامب خليه ياكل شو اسمه حب شمس.
وراح اشوفكم بالنهايه من نهايه الفيديو ايش راح يصير هسه وشنو امل ترامب الاخير. You want to defund MPD? Then let's go meet somewhere and not tell them. Come on. MPD's protecting you. ترامب قبل يومين ثلاثة حاول يجيب يدفع بأنصاره المتطرفين يسوون مظاهرات ويخوفون الناس بواشنطن دي سي. وصارت هاي الجو يسوون مظاهرات وصارت أحداث واعتداءات صارت وسووا مشاكل بس بالنهاية يعني ما أثروا على شيء لأن هذول ما يعرفون أساسا شنو القانون والدستور. قبلها 18 مدعي عام في 18 ولاية قدموا قضية مشتركة يريدون يغيرون نتائج غير ولايات قدموها المحكمة الدستورية المحافظة اللي عاين بها ترامب ثلاث قضاة. والناس وأني منهم يعني كنا خايفين أنه يسوون مشاكل مو يغيرون النتيجة مثلا لا بس ممكن على الأقل يوافقون أنه يستمعون للقضية وتصير بلبلة لا أكثر ولا أقل. بس القضاة رفضوا حتى يعني يسمعون القضية لأنه أساسها أنه ولايات تريد تتدخل بانتخابات غير ولايات وهذا ما يصير حسب الدستور. أكو شغلة مهمة بهاي القضية هي أنه 126 نائب جمهوري وقعوا على هاي القضية وبها اتهامات بالتزوير. فركزوا يا نواب مجلس النواب يقولون انتخابات بها تزوير بهم 18 نائب من ميشيغان، ويسكونسن، بنسلفانيا هاي الولايات المتهمية بالتزوير يعني منتخبين جدا. فالتعديل 14 بالدستور يقول أنه يعني أي واحد يشارك بتهجم أو تمرد على الديمقراطية الأمريكية ما يصير يكون بأي مركز حكومي لا مجلس النواب لا مجلس الشيوخ ولا أي مركز حكومي آخر. فعندك النائب نائب اسمه بيل باكسرل يقول ما يصير دول يسمحوا لهم بأنه يكونون جزء من الكونغرس لازم قيادات الكونغرس ترفضهم ما يخلوهم يقعدون بالمقاعد مالتهم ياخذوهم من عندهم. هذا يعتبر مثال القضية اللي بها أساس معتمد على الدستور هذه ممكن ترفع المحكمة الدستورية مو مثل القضية مال أم 18 ولاية بدون أي دليل. بس مو بس هيش أنت فكر بيها إذا أنت واحد من دول 18 مو 126 خلينا نقول 18 دول الموجودين بهاي الولايات أنت كممثل ناس انتخبوك بهاي الولايات هستوك منتخبيك بنفس الانتخابات مال بايدن وترامب وأنت تقول أنه هاي الانتخابات مزورة هذا معناها شنو؟ معناها أنت أيضا مو من حقك تكون فائز أنت جاي تزوير انت بنفسك تقول عن نفسك انك فزت بانتخابات بها تزوير. ليش لا تريد ندخلك المجلس النواب؟ طبعا ولاية تكساس الجمهورية فاز بها ترامب والناخبين 38 انطوا اصواتهم لترامب بس ايضا قالوا للولايات الاربعة المتأرجحة اللي فاز بها بايدن لازم تغيرون اصواتكم من بايدن لترامب. والولايات قالوا ايه ما يخالف بس هسا احنا مشغولين نحتفل بالبار ونشرب ونضحك هالقضية اللي قدمتوها للمحكمة الدستورية باكر من نقعد عد نغيرها لكم بعد ما نغير الدستور على مود ترامب. Donald Trump, since we've been talking, tweeted this. Just had a very nice meeting with the Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one. He's done an outstanding job. As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family. خبر آخر أنه نفس اليوم كل البارحة بيل بار وزير العدل الأمريكي اللي طلع ترامب من بلاوي كانت ممكن تدخل ترامب السجن. بيل بار استقال. علاقة بار بترامب صارت أسوأ يوم بعد يوم لأنه رغم كل اللي سواه لترامب يعني كان يطلب منه أكثر وأكثر وبار إذا يسوي هاي الأشياء الجديدة اللي يطلبها هو نفسه بيل بار حيدخل السجن فما يقدر. آخر شيء سواه قال أنه ما كنت أزوير
وهو من قال هذا الشيء كان محضر كتاب الاستقالة مالته. إذن صار عندنا بار وزير العدل استقال ومشرفي حماية الانتخابات ووزارة العدل أيضا قالوا ماكو تزوير وطردهم ترامب. And to make matters even better, we have two, because with every good negotiation, you want to make sure you've covered everything. أيضا نفس اليوم خبر أنه الكونغرس اتفق على دفعة تحفيزية جديدة قيمتها أقل من تريليون دولار لدعم هواية مؤسسات وإدارات محلية بأمريكا وولايات اللي تأثرت بموضوع الوباء. بس هذا دعم ما بي يعني مثل الدعم السابق ما بمبالغ مباشرة للأمريكيين واللي عندهم إقامة بأمريكا، يعني اللي أي واحد يدفع ضرائب اللي دفع الأولى أعطتهم 1200 دولار، لذلك ما يهم الموضوع لأنه يعني مطاني فلوس. وأيضا نفس اليوم أكو يعني أخبار زينة ومو زينة. المو زينة هو أنه أمريكا أبرت 300 ألف واحد ميت بسبب وباء الكورونا، والأرقام راح يعني تزداد أكثر وأكثر بالأيام القادمة. يعني فكر بها أنت، أمريكا احتلت دولتين ورا ما صار أحداث سبتمبر وماتوا أكثر من 3000 أمريكي. هسه كل يومين أكثر من عندهم يموتون بأمريكا، وبعد فترة يمكن يصير كل يوم. بس الخبر الجيد هو اللي خلانا نشوف يعني نور بآخر في نهاية النفق المظلم لهذه السنة الغريبة، هو أنه يعني أول لقاح ممتاز وافقوا عليه دائرة الغذاء والدواء الأمريكية من شركة يعني ألمانية أمريكية فايزر بايونتك من اختراع واحد تركي الأصل ألمانيا، وشهد البارحة أول شخص ياخذ هذا اللقاح. Right now, 2.9 million doses of Pfizer's coronavirus vaccine are being distributed across the country. A critical care nurse in New York was among the first to get the shot. بالمناسبة ترامب يقول أنا انطيتهم فلوس وأنا سويت اللقاح، بس ماكوش حكي لأنه يعني فايزر بايونتك الشركة هاي ما أخذت فلس من الحكومة الأمريكية لأبحاثها. بس إيه، باعت اللقاح الأمريكا بمليارين دولار، يعني هم اخترعوا اللقاح وسووا الأبحاث بدون ما يأخذون دعم من أحد. قبل حتى ما تثبت نتائجه أخذوا فلوس من أمريكا وباعوا لهم. هذا بزنس يسموه. Is it possible he said you would have to resign? So again, I'm not going to discuss individual conversations. We were encouraged to move quickly, and we were already moving quickly, and I feel very confident about the decision we made. وهنا مدير هيئة الدواء والغذاء FDA يسألوه عن تهديد ترامب إلى بالاستقالة، هو ما جاوب. ولا هو شيء مزعج لأنه تخلي الناس تشكك باللقاح، بس ما أتصور ينطون موافقة تحت التهديد. بس أيضا يعني حتى هاي ترامب تدخل بها. صحيح راح يحتاج وقت يوصل للكل هذا اللقاح، يعني الموضوع صعب، بس الأيام الجاية أيضا غير لقاحات راح تجي، وشوية شوية ممكن نشوف نهاية لهذا الوباء، يعني على الأقل بالست أشهر القادمة. ومثل ما قلت لكم أحكي لكم على آخر خيارات ترامب، وهي يوم 6/1/2021 لما الكونغرس راح يعلن النتائج الرسمية عن طريق مايك بنس اللي راح يترأس الجلسة بالكونغرس ويعلن فوز بايدن. وهذا الموضوع كلش يعني صعب على بنس لأنه فشلة كبيرة إله ولترامب، فتوقعوا اعتراضات وأشياء تصير بهذا اليوم من قبل الجمهورين، ويمكن تطلع كم سالفة جديدة لأنه مو غريب عليهم اللي يريدون يتهمون الناس بالتزوير بدون دليل. يعني أنا شخصيا أتمنى هواية جمهورين يعترضون حتى شنشوف، حتى نشوف ترامب يخسر المرة المادرة 70.